السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الفيديو اللي فات عملنا بريد أمامي، بناخد نشتغل العمود من قدام عشان نعمل الشكل بتاع الباترون بتاعنا اللي هو البريد الأمامي. العمود في الحلقة في العمود الأمامي بنشتغل فيه من قدام، تمام؟ والباترون عندك فوق الفيديو دلوقتي، وشكله البريد الخلفي. بنيجي هنا عندنا مجموعة عواميد وبنشتغل في العمود اللي من الخلف، الخيط على الإبرة بالشكل ده، وبتدخلي من ورا اهي على العمود، بدخل إبرة فوق العمود جوه بالشكل ده، اجيب العمود من ورا على الإبرة كده، تمام، واخد الخيط اطلع من العمود بالشكل ده، واشتغل العمود بتاعي العادي، تمام. مثلا اروح انا شغالة تاني فوق العمود اللي وراه عمود عادي، واجي الغرزة اللي وراها بشتغل بريد خلفي كده برضو، بدخل بالابرة بالشكل ده، واخلي العمود فوق الابرة كده جنب الحلقة، تمام. بعدين بطلع الخيط بالشكل ده وبشتغل البريد الخلفي بهذا الشكل، تمام. ده شكله من قدام اهو معايا، وده شكله من الخلف، تمام، اهو ده شكله كده وده شكله كده، وطريقته عملناهم مع بعض. طبعا انا يسعدني جدا اي ملاحظات عليكم او اي استفسارات قولها لي في التعليقات، وانا بشكركم جدا لكل اللي استمع معايا واتعلم معايا فكره جديده وحاجه جديده بباترون في سلسله تعليم الكروشيه للمبتدئين. إيه طبعا الصورة موجودة معايا من اول فيديو انا حطها لكم للبريد الخلفي. ان شاء الله استفدنا مع بعض، وياريت تكتبوا لي ان كنت فعلا بتستفيدوا من الفيديوهات القصيرة دي، او اعملها على بعضها فيديو واحد. دي حاجة انا عايز اسمعها منكم، ان شاء الله تكتبوا لي في التعليقات ان كانت مفيدة لكم منفصلة او هجمعها مع بعضها. شكرا لكم والى اللقاء.